السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معاكم ابراهيم مكاوي وكيل مراتب يانسن. النهاردة انا هوريكم موديلات، بعض الموديلات من مراتب يانسن، عشان حضرتك لما تقرر تشتري مرتبة يانسن وتنزل تشتريها هيبقى انت واخد خلفية عن المرتبة، عن شكل المرتبة والموديل بتاعها والمواصفات بتاعتها. دلوقتي لما حضرتك تيجي تشتري مراتب يانسن، بالنسبة للمرتبة الكبيرة زي ما احنا قلنا قبل كده، في منها سدد متصلة وفي سدد منفصلة، تمام؟ انت حضرتك عايز مراتب سدد منفصلة، بتبقى اريح في النوم وبتاخد شكل فقرات الجسم وبتريح الجسم، تمام؟ دي في منها موديلين، في موديل سدد منفصلة ارتفاع 27 وارتفاع 30، ده بيبقى فيه سفنج سوبر سوفت عالي الكثافة وسفنج كثافة عالية. في موديل تاني اسمه ميدي بيدك، ميدي بيدك ديت برضو بصورة منفصلة ارتفاع المرتبة 29 سنتي، طبعا مريحة جدا في النوم، وبيبقى فيها طبقة اسمها موميري فوم. الموميري فوم ده يعتبر أعلى حاجة في السترينج، بياخد شكل الجسم، بياخد شكل الجسم، تمام. هوريكم دلوقتي يا جماعة معايا إن شاء الله اللي هو الإيه، السترينج اللي هو الموميري فوم ده. ده بيبقى شكله عامل المرتبة الميدي بيدك اللي هي الميموري فوم دي، بتبقى عاملة شكلها ازاي، تمام، عشان خاطر تحضرك عندكم ايه خلفية بيها. ده شكل المرتبة يا جماعة، ده شكل المرتبة اللي هي الميدي بيدك، تمام، دي بتبقى بالشكل ده كده. ده ميدي بيدك ارتفاع المرتبة 29 سنتي، تمام، فيها سوست منفصلة مع ميموري فوم. ده شكل الليبل بتاعها اهو، الموديل بتاع المرتبة ميدي بيدك، تمام، شكل المرتبة بيبقى بالشكل ده كده، تمام. دي سوست منفصلة مع موماري فوم، المرتبة اللي هي سوست منفصلة أو بوكت بتبقى بالشكل ده كده. دي بوكت سوست منفصلة سفنج عالي الكثافة مش موماري فوم، هي شكلها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. أي تغيير في القماش بتاع المرتبة غير كده يبقى مش يانسن، تبقى المرتبة دي مضروبة. وده شكل الليبل بتاعها اهو، بتاع المرتبة هو الموديل بتاعها واسم الشركة، تبقى بالشكل ده كده. دي اللي هي البوكت سوست منفصلة سفنج عالي الكثافة، تمام، وديت اللي هي البوكت سوست منفصلة مع سفنج موماري فوم، ده يعتبر هي أعلى موديل في يانسن، في يانسن بريستيج. المرتبة دي ارتفاعها 29 سنتي وفيها موماري فوم وسوست منفصلة، تمام. طبعا ده كلنا نخلي بالنا لما نيجي نشتري، لو انت عايز تشتري حاجة تكون عالية تاخد ايه موديل من الاتنين دول، وتخلي بالك من اسم الشركة. وطبعا القماش نفسه بتاع المرتبة مكتوب عليه هو جانسون كوتون بتاع المرتبة البوكت، فخلي بالك من النقطة دي عشان خاطر حضرتك لما تشتري مرتبة تشتريها تكون متأكد ان هي المرتبة الأصلية بتاعة الشركة، تمام.